هذه ولد عمتي الله يرحمها خالد. الله يرحمها يا رب. الله شوف البوز، بوز اعلامي. لا ما له حل. هذه يدي الله يرحمها. محل يدك الله يرحمها. نعم. ني مع الوالد. اي بوي، اي بوي والله. اي وين طلع الصور؟ عبد الله سعيد. اي لا تطلع، لا تطلع. يا سلام الله. هاي وين يبتدي؟ خرب الله الابليس، خرب الله الابليس اللي اعطاك اياها. ما هو مسكين، انا اللي جايبته. انت رايح بيتنا من ورانا؟ شنو ذي؟ هذا الحب. هو مبين. انا كنت اقصد الاثر النفسي من ان حضرتك مجبور تترك شغفك حق وقت معين. اي انا كنت اي درجه ناريه اشوف، يمكن الناس تقولها بالغ، بس يمكن اللي عنده هوايه وايد احبها يمكن يحس في هذا الموضوع اكثر. انا حتى درجه ناريه في الشارع ما كنت احب اشوف. يعني ما لما تشوف واحد ماشي مثلا بدراجة نارية تيني نوع من الغيرة القوية. طليقتي الله يذكرها بالخير عانت وايد. أنا صعب وايد، يعني يمكن الناس تشوف عندي مو بصعب إنه يعني هذا هو الولد القوي ماشي، لا أطباع سيئة جدا، مزاجي ما أحب أتقيد، أنا القيد يقتلني. في ناس أنا من أقعد قعدات كذي لا تحمل تزوجون، هل متزوجين تحمل تزوجون زين، ليش تنصح بعدم الزواج؟ أكنت تزوجت وجبت عيال وأسست، ليش تنصح العزاب إنه متزوج؟ طلق إذا تقول كذي. كان أنت سويته، كان أنت بديت فيه ذا هو. إيه يعني كان أنت ليش تنصح بهالشيء يعني؟ أنا كنت حابة أقول لك شنو الشيء اللي حرصتي إن أنت تتواجدين عشان تقولينا حق اخوك العود عن لسانك ولسان خواتك واخوانك امام الملأ ولك كل المجال. طبعا انت قلتي لي هاي السؤال امس، اليوم كذي قاعده افكر كذي وقرب شو اقول شو اخلي، يعني مثل ما تقولين عمود اللي كلنا سند عليه. نقسم الحمام. شرفتيني سارة، ألف شكر لك على وجودك. مشكورة، ألف شكر لك يا عمري، شرفتيني. مع السلامة حبيبة قلبي، شرفتيني ونورتيني يا عمري، يومك سعيد. كيبا إن شاء الله مستانس طال عمرك لحد الحمد حين. لله ممتاز. في شيء أنا وايد متحمسة له في حلقة اليوم يقرقع بقلبي وبقلب وايد ناس من ضمنهم سارة اللي توها جاية، نشوفها الحين مع بعض. كالشنطة. هذه السرير طال عمرك سريرك. اي يبولك يا جديد الجماعه. أي. ما في شيء. من اول شهر خفق. كسرته كمكسوره اليمين هنا. انكسر السرير. أي. فانت قررت ان انت مالك برضه تصلحه، تمت 5 سنين. خلي الصوره عشان اشرح لك. لا يبين اصلا في واحد خاطب وواحد مرتفع عشان تفهم. شوف ذي اللي صوب الكاميرا. اي هاي مكسور مبين، ما تشوف نزيل. اي شو اللي بجوره لنا؟ انا ارقد هناك زين، ايش لي باللي هني؟ 5 سنين انكسر ما انكسر كيف؟ 5 سنين مالك برضه تصلحه دخيل بالله؟ ليش؟ يعني متصالح مع الفكره؟ انا دائما اتكيف. انت وين ترقد؟ اك هناك. في احد يرقد يمك؟ لا زين باكر خله مكسوح. زين باكر انكسر السايد الثاني، تقتنع بفكره ان السرير نزيل الحين؟ بالعرض. يعني بيصير شنو؟ كيف نفسك، روح على هذا الطوالية. لا حرام عليك، يعني ما في أمل، هاي الفكرة ما بتغيرها. ها؟ والله يعني اعتمد على تحمله. لا هو متحمل دم 5 سنين شاد عمره، يعني خلاص صحة. نجيب لك ماي؟ سلمج. لا شكرا. الحين بنعرض مجموعة من الصور العزيزة على قلبك، أنا متأكدة بنوقف عند تفاصيلها عقب ما نعرضها. بس انت وعدتيني تعطيني إياهم لأن هاي تامر أمر طلع مو عندي. تامر أمر تفضلوا. أبوي الوسيم. يا عمري والوالدة الجميلة الله يخليهم لكم يا رب طول العمر، يجعلها أشياء دائما. حسين فهمي الوالد طبعا. ومرفت أمين. طول بعض الله يحفظهم. يعني لا تعليق. نفس الله يا عمري، الله يخليهم لكم يا رب طول العمر، تاج على رأسكم. طبعا أخوي عماد، كل واحد منا يمكن وإحنا صغار ما ندرك حجم تأثير أهلنا في سلوكنا وفي تربيتنا إلا عقب ما نكبر ونتعرض تباعا لمواقف الحياة.
هذين الشخصين بالذات شنو أسسوا في شخصية عماد عبد الله اليوم؟ طبعا أبوي غير عن أمي، يعني أمي علمتنا وايد أو تعلمنا منها. نعم، احنا كلنا طلعنا على نياتنا بسباتها، يعني على سجياتنا، على تعلمنا منها حسن النية في أي شيء، ما نسوء النية في أحد، فمن شيء نضرب وايد، يعني أي أحد يتعرف عليه دائما عندنا حسن النية فيه. ما بعرف شلون أشرح لك، حتى لو ندش في مشروع دائما نأمل حسن النية ونستغرب لما في سوء يصير، لأن تعلمنا منها أن لا كل شيء أوكي، كل الناس طيبين، وكل الناس طيبين، كل الناس ممكن تثق فيهم، كل الناس ممكن تحبهم، كل الناس ممكن تقول لهم اللي في قلبك، كلنا خذنا من هذا الشيء. وأنا أقول للأسف إن خذنا أفا في هالزمن لسات عقبه. لا وايد كلنا، يعني إخواني كلنا، لأن يعني عادي شخص من أول يوم على طول في محبة ومعزة وكذا، وما تدري انه يضمر لك شيء اخر او كذا. شنو اكبر خذلان تعرضت له؟ ما اقطع كلامك الا بالخير، برجع حق الوالده والوالد اكيد، ولكن ابي اعرف شنو اكثر خذلان تعرضت له في حياتك، لان حسيتك تتكلم عن الموضوع بحرقه. تراكمات، يعني مو تجربه واحده، ولكن هي اكثر من تجربه، ودائما تكون طبعا من اصدقاء او ناس مقربين لك فتره طويله، وتكتشف انه انت حطيت لهم مكانة في حياتك وايد اكبر من حجمهم. يعني هو الواحد ما يتعور اذا كان الشخص قريب او حاطه يعني في مكانة عالية، اي يعني ما يستحقون هذه المكانة اساسا. نعم، انت حطيتها لهم. نعم، فلذلك مرة ومرتين، لكن احنا لان خذينا من الوالدة ان احنا ما نتعلم الرد، يعني شوف يعني احنا نعرف، انا قاعد اتكلم عن اخواني كلهم، احنا نعرف ان هاي غلطنا ولكن مستمرين فيه للحين، بعد نثق في الناس وبعد اي يعني جدمون حسن النيه. اي يعني مثلا خواتي مثلا، اي واحده فيهم تصير اي واحده غريبه تصير اختهم وحبيباتهم يعطونهم، يعني خواتي يعطونهم ماي العين، ولكن ساعات للاسف الوالد تعلمنا منه صرامه، مثل ما قالت اختي ساره، اصطلب، ما في عندنا احد يتعوى، ما في شيء اسمه أمور دنيا ما مدرني تكسرك، هذه ما يمشي إن كانت بنت ولا ولد. الصراحة لو شنو بيصير، يعني أنا أبوي دم مضروسة الكذب، دم مضروسة يصير مينون، فخذنا من نزن تقول الصدق واللي يصير يصير عادك، بس إنك ما تكذب، مو 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 بالجانب الآخر اللي هو الصراحة، للناس مثلا ساعات توصفها بالوقاحة، أن يقول لك لا أنا أقول لك لا مفهوم اللي فيك، لا هو الابتعاد على الكذب قدر المستطاع، والصرامة، وأنك تكون يدك نظيفة في أي شغل تحط يدك فيه، يعني تكون أمين في وظيفتك بالتحديد، يعني ما يكون عليك في الوظيفة مو لفت نظر، إشعار واحد، التزام وحفظ الأمانة، هذه عنده، هاي بالنسبة له هو، احنا يعني شفناها يوم كان موظف قبل ما يتقاعد أكثر من خط أحمر تحتها بالنسبة الالتزام في العمل. يعني أنا في فترة الجمارك الصبح كان هو كان في الأمن، بس أنا بعيد، يعني أنا في ذي، فما كان عندي سيارة في ثلاثة، وأنا الوالد معلمنا أن اعتمد على نفسك، أدبر أمورك يعني، فاضطريت فترة أن هو يوديني الدوام، دوام الحكومة معروف ساعة كم؟ سبع. أنت ما تعرف لأن دوامك مرن، يعني عشان الناس ما تقول توي يقول التزام وما يعرف. لا أنا قاعد أسألك عشان تقولين لي سبع. نعم. لأن الوالد دوام ست. قبل بساعة. وهو مسؤولهم. زين متى يطلع من البيت؟ أقل شيء 5:30. متى يا عماد لازم تركب وياه في سيارة؟ تقريبا 5. يعني بس بات في الدوام بعد، شلات تروح البيت؟ ما يسوى عليك التوصيل. ويروح بحرص
فخذينا ذي الشيء هاي سالفة الالتزام والدوام وكذا. وإخواني ما شاء الله كلهم يعني حتى أحسن مني أنا يعني. نعم. إخواني يعني أخوي محمد ما شاء الله عليه. الله يحافظه مقدم في الجيش. نعم. معروف عن الالتزام وكذا. طلع على أبوي بعد يحب قاعدة الأربع الفاير هذه. وروح يسوي رياضة من الصباح. والوالد أسس فيكم هالشيء. التربية أسس في الواحد. عسكر يعني. نعم. حتى في السفر أنا ساعات في السفر ربعي تضايقون مني يعني مو يتضايقون طبعا ما بس إنه يقول إحنا ترى مو رايحين دوام لأن الستة أنا في الريوق قاعد خمس حبيبي أنت مسافر ويا بدوام. نعم. بس ما أعرف الله يحافظ أبوي يعني. الله يحفظ الوالدة والوالد. أنا يعني اسمح لي في شيء موقف شخصي أنا صار لي مع والدك ووالدتك وحابة أن أنا أذكره. يعني هالشخصين أنا سبحان الله التقيت فيهم كذا مرة بالصدفة في مجمعات تجارية في فعاليات ثقافية وكنت أشوفهم ما شاء الله تبارك الله وأذكر الله عليهم أن الله ترعاهم على هالروح الطيبة الجميلة فيما بينهم على هالكيمستري الجميل فيما بينهم كنهم شباب ما شاء الله عليهم هم شباب إنزين لدرجة أن أنا من كثر إعجابي فيهم أنا كنت أروح وأسلم عليهم ويقولون يعني في قلبهم أنا أحس يقولون يعني عايش فيها يعني بس من كثر إعجابي فيهم صدق من كثر إعجابي فيهم كنت أروح لو قالوا يامي ثلاث دقائق خلاص تصادقنا تعرفين تاريخ بيتنا كله وإحنا سولفنا سولفنا أنا والوالدة وكنت يعني فعلا معجبة بهالشخصيات الاثنين إنه ما شاء الله عليهم يعني شلون أكتف وشلون نشيطين تبارك الله ويروحون كل الأماكن الحلوة ومارسون الحياة بشكل جميل بعدين شفتك حاط في الانستغرام صورة وقلت فيها إن هذه والدي وهذه والدتي فما شاء الله عليهم عيني عليهم باردة الله يخليهم يا رب يجعلهم قرة عين حق بعض خليهم على راسكم يا رب مساء الورد ألو مساء الخير يا إيفا أنا أسمعك وايد زين مساءك ورد ونور وعسل الله يسلمك إن شاء الله هي أنا والله في السيارة نزلنا من القطار مال الإسكندرية وأنا حبت في الدرب رايح البيت حلوان ففي السيارة إحنا الحين عيني عيني يا إيفا طبعا مشاهدينا معنا عبر الهاتف السيد عبد الله بجليع والد الفنان الجميل والأخ العزيز عماد عبد الله مساءك ورد ونور واسمح لي خذناك شوية من إجازتك أنت وأم عماد اسمح لنا طال عمرك لا 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 حاضر لك يبا أمر يبا الله يحفظك ما يمر عليك عدو يا رب ولدك عماد من سمع صوتك صار أحمرك يبا طبعا كنت من شوية أتكلم مع أخوي عماد عن التأثير اللي حضرتك وأم عماد أسستوه زرعتوه في عيالكم من وهم صغار لما كبرتوهم ووصلتوهم لبر الأمان اليوم يا يبا شلون رضاك عن ولدك البشر أول شيء والله أول شيء إنه طبعاً شهادتي مجروحة في عماد يعني طبعاً بيقولون ولدي وبيمدح عماد أقول لك يعني نعم يعني الخير كله الأدب كله الذوق كله الاحترام كله برا حق والدينه حق أبوه وأمه ما صار مثله يعني بالنسبة لنا احنا عمره ما قال كلمة غير ان شاء الله لاحظ علي يعني كان لي انا ولا حق امه كلمة غير ان شاء الله ما قالها كان في وقت صعب ولا مزاج مثلا انا مزاجي عدل وقال له كلمة ثقيلة ولا شيء غير كلمة ان شاء الله ما يقولها الله يا رب يرزقك بكم خصوصا مع والدتي يعني بتكفل الذهب كل شيء يعني انا اعترف ان انا مثلا مسؤول عن البيت من الالف الى الياء نعم لكن هو مسؤول عن امه عن كل شيء حتى انا ترى ما اعطي امه مصروف اول ابو يعترف بهالشيء في العالم نعم نعم اعترف الله يخليك على راسهم مصروف امه من عند عماد هو اللي ما متكفل به وهو اللي ما متكفل به وغير المصروف بعد وغير المصروف بعد اذا ساعات هذه بعد ما يقصر عنها الله يخليها هاي من اخلاقه العاليه مع اخوانه صاير هو اللي يعني ابوهم الثاني عمره ما زعل احد من اخوانه عمره ما احد منهم يعني يتمنون اليوم الجمعة ذي اللي هم يجون يتغدون عندنا أنا عندي يعني عاد الحمد لله وإن شاء الله ما تنقطع اللهم آمين يا اللي هو غدا يوم الجمعة حتى الأحفاد أول ما يدشون علينا والعماد نعم. إن شاء
تشوفي هو في البرنامج ماله شلون؟ نعم. يوم الجمعة يصير عندنا نفس البرنامج في البيت. من كثر ما هو يعني دم خفيف على ومتواضع حق العيال، متواضع لهم حق الصغار والكبار والجميع كلهم، مسوي لهم جو في البيت كل يوم يوم الجمعة. الله يخليكم الحمد لله يعني يا يبا. حبوب 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 أكثر من اللزوم، والله إن شاء الله يوفقه في إن شاء الله في حياته العملية وحياته الاجتماعية بعد إن شاء الله. اجتماعية بعد هذا هو سيدة هز راسه يبا، عرف شنو بيه كلام. إن شاء الله الله يوفقه يا رب. اللهم آمين. أخوي عماد شو تقول للوالد؟ هلا يبا يعطيك العافية. الله يعافيك يبا، ما تقصر، وبس خل بالك على بعد، ما بلازم أقول لك أنت خل بالك على إخوانك وخواتك انت. لا 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 تحاجي، بس انتوا حطوا بالكم اهم شيء، انت ابوهم الثاني، خليك على راسهم يا حط يبارك. حطوا بالكم انتوا اهم شيء، بس ديروا بالكم على روحكم. الله يسلمك يبا، الله يخليك. ام الدنيا شخبارها يبا؟ ام الدنيا شخبارها؟ نعم يبا، اقول لك ام الدنيا شخبارها؟ شخبار السفره والسياحه؟ ام الدنيا يعني طول حياتها مصر ام الدنيا. الله يسعدكم يا رب. اللي يعرف المصريين، اللي يعرف المصريين العدلين، يعيش مع المصريين المؤدبين والعدلين، هاي ام الدنيا. الله يسعدكم. لكن ويشوف العالم والاخلاق والكرم والثقافه. الله يسعدكم يا رب وين ما رحتوا يا يبا. يا رب يبا اخيرا، اخيرا يبا في كلمات، شنو حبيت تقول لعماد من قلبك اليوم امام الملأ على لسانك ولسان عماد؟ احبك احبك احبك. الله الله عاد الصوره، الله يخليك ان شاء الله وييسر امورك ان شاء الله، وخليك حق اخوانك. سلمك سلمك يا ابوي. الله يخليك تاج على راسهم يا ابوي. وكان امه وراي، انا امك هي وياي في السياره جالسه، تعطيه تسلم عليه. تفضل. اقدر اعطي اخليه يسلم عليه؟ تفضل يا ابوي تفضل يا ابوي تفضل. وياك وياك. لحظه واحده. لا عمري وايد حبيتهم بيون تالقا مساء الورد. الو حبيبي. امي. اي حبيب قلبي يا روح زيك. قلبي. يا عمري. يا حبيبي الله خلي بالك من نفسك، خلي بالك من اخواتك لو قربنا حاجه يعني من كورونا ولا. لا لا بقول لك شو الاج ما الحمد لله والله ما فيش حاجه يعني، بس اقول لك يعني يمكن يعني. الله يخليكم. حطوا بالكم على روحكم بس اهم شيء. الله يخليكم يحفظكم يا رب. حطوا بالكم على روحكم اهم شيء. ان شاء الله ان شاء الله. وانت عن الموالح الله يحفظك. ها انت الله يحفظك يا حبيبي الله يحفظك. يما الله يحفظك. يما شنو حبيتي تقولين حق عماد من قلبك اليوم دام ان انت اخذت التليفون؟ حياتي وروحي وقلبي ده اللي اقدر اقوله يا حبيبتي. الله يخلي لكم اياه. عماد ما فيش مثله، عماد ما في مثله، ما شفتي مثله لك اكيد ولدك يما يعني بتشوفي مثله. الله يحفظك. تربين بنات عيال فريد يا رب. اللهم امين. الله يا رب يرزق بركم يا رب ان شاء الله، ويبارك فيكم ويحفظ يا رب البحرين يا رب. يا حبيبتي اللهم امين. شكرا يا يما، الف شكر لكم على جميل مداخلتكم، تروحون تردون سالمين يا رب، الف شكر لكم. شنو هالجمال يا شريف. يعني الوالد بدون مبالغه يحب مصر اكثر من امي. يعني انا امي هي المصريه، لكن ابوي يحب مصر اكثر من امي. نعم. في البحرين هني في البيت كل التلفزيونات في البيت قنوات المصرية، يقول لي بش شطيط طالع انت، يعني عنده عشق لمصر مو يعني اكثر في. ما ادري اذا الشريف سمع عن فريق اسمه السد، ما فريق السد وفريق شريف رياضي رياضي قديم السكة الحديد، يعني تخيل ابوي ابوي يتابع مباريات هاي الدوري اللي تحت مو بالممتاز. لا اه يسمونهم، ويعرف كل تفصيله الدرجه الثانيه، درجه ثانيه، يعرف كل تفصيله في 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 مصر. فعاشق عاشق يعني، هو اخذ امي ليش ترى مو بحبان في امي، حبان في مصر، حبان في مصر. لا تعليق تخرب بينه مع انت وانا نقول انه مكتكي يعني، ولا انا يحب مصر. لا تعليق. انا وايد سعيد انت راضي عنه لحد هني. الحمد لله الحمد لله. بس في واحده هناك الاستوديو تتوك تونا بنخلص الفقره الاولى. يا الله راحت سيمه ملح. تحياتنا سيمه. مشاهدينا وقفه موسيقيه لثواني مع الاخ العزيز عازف الكمان شريف عبد الستار، من بعدها راجعين لثاني فقرات على الوتر، لا تروحون بعيد. تفضلوا. Thank you.
طويل العمر، شلون شعور الضيف؟ شو الفرق بينه وبين المذيع؟ لا والله أنا حين عذرت للضيوف صراحة. ليش؟ صج إذا تكون مذيع ومقدم ومعد تكون متحكم مسيطر. مركز القوة. إيه فالضيف يحس نفسه ضحية، يقدر يتحكمون فيه بأي طريقة. أنا غلطان صراحة، لكن لكن تشرفت أنا صراحة بهالبرنامج. أولاً مو مجاملة، أنا وايد حبيت البرنامج. أنا ما أحب اللقاءات بس تابعت البرنامج وايد حبيت طريقته. اثنين الشباب اللي اشتغلوا كلهم إخواني ذا اللي خلف الكاميرا. ثلاثة يعني أنا أكون صريح جدا. تفضل. كان في برنامج أنا كنت أقدمه تقريبا في ضيف كذا وضيف يعني مشابه لهذا البرنامج. لكن أمانة كشغل حلو فنيا هذا البرنامج يغلبه، أنا مستانس عليه على راسي من فوق. وما يقول هالكلام، ما يقول هالكلام إلا أخ عزيز كبير وواحد عينه مليانة نجاح فعلا. ما يقول هالكلام إلا واحد عينه مليانة نجاح. شرفتني وزدتني شرف بوجودك اليوم فعلا. حفظك يا رب. مشاهدينا في الفقرة الثانية من على الوتر سألنا من هو الفنان والإعلامي الجميل عماد عبد الله بالنسبة للجمهور البحريني، وكانت الإجابات في التقرير التالي من إعداد الزميلة العزيزة أسماء الشيخ. نتابعها ولنا أجمل عودة سما. والله عماد يعني شخصية جدلية بصراحة، يعني يمكن اللي نشوفه برا في الطائفة ودي له هيبة ما شاء الله، يعني هو حجمه بعد ما شاء الله يعني ضخم وكذي، لكن في الحقيقة لا، لأن تشوفه ما تسمع في الريديو أو لا يعني طيب وحنون وحليه، وأيضا غشمر شي وايد بعد، وعنده أكثر من برنامج مثلا منشن يرويك جانب الثاني يعني كوميديا بس تكون هادفة. يعني مجالي يعني بديت في الإعلام في تقديم البرامج على راديو بحرين 96.5 باللغة الإنجليزية، بس الكاركتر اللي سويته حق روحي وكاركتر موجي كان يعني مثل ما يعني الناس يمكن يقولون ان انا خذيت شويه من عماد، لان عماد له دور رئيسي في تكويني كمذيع كاعلامي بحريني. تعلمت من الكثير، دائما يقول لي عماد ثقف روحك، اقرا، جرب اشياء. فعماد يعني اعتبره انا اخ ومعلم واستاذ، واطمح دائما ان اوصل بمستواه من النجاح دائما. يعني عماد عبد الله قبل لا يكون زميل عمل هو بمثابة الأخ الأكبر لنا في الإذاعة، وطبعا في مسيرته الإذاعية تدرج إلى عدة مناصب ووصل إلى رئيس إذاعة، لكن عماد ظل عماد وهو بمثابة الأخ الأكبر لنا في الإذاعة كلنا. طبعا أنا اليوم أخوي مو حابة أزايد على محبة الناس لك، ولكن هذه حقيقة ما نقدر ننكرها. الله لا يغيرها عليك يا رب ويديمها نعمة يا رب العالمين، وأنت تستاهلها. الحمد لله رب العالمين. أكثر تعليق من إنسان محب سمعته وما زال يرن في قلبك قبل إذنك؟ ما أفضل أحد على أحد، كل إنسان كل مخلوق قال عني في حقي كلمة حلوة هي لها مكانة كبيرة عندي مهما كانت، حتى لو كانت صغيرة. حتى اللي كان ينتقد، لا مو كل شيء يعجب الناس، لكن اللي ينتقد كان في ناس ينتقدون بحب، وهذا اللي بعد كنت يعني ولازلت أقدر هذا الانتقاد، لأنه ما ينتقدك إلا لأنه يحبك، ما يبي يشوفك إلا بالصورة اللي هو يعني يفضلها. صحيح. وليش ما أطلع أنا بالصورة اللي هو يفضلها؟ أنا أشتغل له، هو أنا أشتغل للمتلقي وأوصلها للمتلقي، فأتقبل هذا النقد. وايد تين الحمد لله رب العالمين. بس آخر مرة نعم في شخص والله العظيم مو بعارفه صار لي تلفون غريب، هاي على فكرة هاي قبل ما يجي بأسبوع يعني أسبوع لا أقل أربعة أيام. حلو. رقم غريب يعني شلته. ألو عماد سمعني بقول لك على طول شيء. ليش في الموضوع؟ إيه وفعلا أنا في اتصل لي كنت متضايق أنا من شغلة خوفني، كان يعني تعرفين كان شيء عارفه هو وآخر ما أعرفك. نعم. سمعني قلت له عامر، اللي يقول لي لا يهمك شيء ولا يهمك أحد، من معاي ما رد علي. سبحان الله. شنو وأنت نستمد منك الطاقة نستمد منك كذا قلت له أنت من؟ قال لي أنت جيت على بالي اليوم،
ومن لا يشكر لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لا يشكر الناس لا يشكر الله. وان انت اليوم يقول لي انت دائما على بالي، قلت لازم اقول لك هالكلام صك. سبحان الله سبحان الله، كنا رب العالمين داز لي ذي اليوم، انقلب حالي من حالي لحال. يعني كنت متى ما كنت معصب الله يحفظك، بس اقصد يعني كنت وايد متضايق، ذي التليفون قلب وللحين مو بعارفه من. يعني اتمنى اذا يشوف الحلقه يعني مشكور مشكور وايد. بس في نفس الوقت اقول لك اي كلمه من اي طفل كبير، اي كلمه تمسح القلب، تمسح القلب. اي يعني فعلا الله يسخر يعني الناس. شوفي هذه هذه اجرك، هذه اجرك الحقيقي. صحيح يعني هذه هو. بالتالي طبعا انت لازم تشكر، يعني اول شيء لازم تشكر القناه اللي شغلتك واللي مهدت لك الطريق انه يكون لك هذا القالب من صحيح. من الناس. تشكر التلفزيون، تشكر الاذاعه صحيح. تشكر المسؤولين اللي يعني حطوا ثقتهم فيك. اي يعني انا فتره طويله، يعني فتره طويله اعطوني مساحه كبيره المسؤولين في برامجي، وهذا الشيء واخطئ ما يصير، ما في ادمي ما يغلط، اخطئ في 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 امور يجددون ثقتهم، مو بس كذي يكفون معاي. يعني مو بس يكفون معاي، وهذه يعني هذه امانه لازم تقولها يعني ان كان في الاذاعه والتلفزيون. وانا ساعات نحيس يعني ساعات، طب انا يعني شغال من 97. نعم من 97. فمراحل الشباب المراحل العمريه والخبرات في 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 الطريق لازم تيك خبره تقول لا انا كنت غلط، تعدل، تاخذ خبره تعدل، وذي مع الدراسه مع القراءه مع 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 ما تتبدل الامور وايد. ف الحين مثلا هاي التفت وراي على التاريخ اقول هاي المسؤول شلون سكت عني وانا سويت كذي، فاكتشف انه سكت لانه مهد لي الطريق، ان انا يمكن شاف فيني شيء زين بس مو مشكله اني اغلط. لكن اتذكر اقول شو المشياها لي، وترى هذا على فكره اكبر حافز للابداع. اي لا هذه ايه اكيد لما تحس ان ايه مسؤولك اه واقف يمك ومصر عليك رغم عثراتك، ايه هذا يعطيك اكبر حافز ان انت تقدم الافضل عشان تكون عند حسن الظن فعليا. يعني انا ما ابي اذكر اسماء على اساس لا يقولون يلمع ولا يكون يطبل ولا يقولون ذي. نعم. ولكن بشكل عام من توظفت الى الان لم ألقى إلا خيرة من كل مسؤولين أمانة. الله يسخر لك يعني أطيب خلقه يا رب. يعني حتى لو المشاكل تصير في كل مكان، ولكن لما تتذكر تبعيات تقول الحمد لله رب العالمين، الله يعني سخر لي ناس مثلكم شرواكم شي طيبين ومحترمين، والكل حريص على شغله في الأخير. وأنت كنت ولا زلت ابن بار حق هذا المكان فعليا الله. فعليا الحمد لله. كل واحد منا طويل العمر يقدر يحس الناس حبتها ولا لا، وإذا الناس حبتها وين حبتها أكثر من غيره، أي قالب الناس حبتها فيه أكثر من الثاني. بالنسبة لعماد عبد الله ما حفظ الألقاب، الناس حبتك أكثر كإعلامي ولا كفنان؟ طبعا بحكم الآراء اللي ترصدها في كل مكان، بحكم التعليقات اللي توصل لك، الناس حبتك في أي قالب أكثر؟ والله أختي ما أدري، يعني أنا ساعات الناس يجوني يقول لي يا أخي وراء ما ترجعت مثل مرة ثانية، ناس يقولون لي ليش ما تعيد منشن يعني كتقديم تلفزيوني، ناس يقولون لي لا والله نحبك في الإذاعة أكثر. فما يعني ما أقدر أقول شيء أكثر من شيء. أنا راحتي النفسية، راحتي النفسية أكثر لما أكون مو لا في التلفزيون ولا في الإذاعة، لما أكون مع ستاف مريح. نعم. يعني مع جروب مريح، مع أحسهم أنهم أهلي. يعني مثلا ممكن أقدم عمل تلفزيوني ما أرتاح لأن اللي موجودين ما أحسهم، ما أحسهم. بس لما أشتغل عمل تلفزيوني اللي موجودين أحسهم فأستمتع. الإذاعة نفس الطريقة، فلذلك الإذاعة إحنا عائلة صغيرة، فعندي هني مريح وعندي هني مريح. لكن المشاهد شنو يحب، أنا أتمنى أنه هو يحب كل شيء أنا أقدمه، أتمنى. أكبر دليل على كلامك يمكن أنه صحة، أكبر دليل يا أخوي على كلامك هو الشيء اللي إحنا نلمسه ما شاء الله. يعني أي حد بيمر على استديو الإذاعة اللي فيه عماد عبد الله وسيمة العريفي
والمخرج طبعا عبيدلي وكل فريق العمل بيحس بهالكيمياء الرهيبة، بيحس انه هو مار على أسرة فعليا. والله انا لا قاعدة اجامل ولا شيء، بس أسرة، أسرة في البيت قاعدين، لا في فريق عمل ولا انهم يأدون وظيفة وبيطلعون. فارفع لكم القبعة وفعلا تقدمون خير نموذج. لهالسبب انتم استمريتوا دي اليوم كم سنة الحين، يعني ولهالسبب انتم وصلتوا قلوب الناس بهال هالكثر سموث، يعني هالكثر بانسيابية. يعني احنا اشتغلنا طبعا سيما من زمان اشتغل وياها، لكن ذي العائلة هذه الجديدة من 2011 أنا وسيمة وأحمد العبيدلي. مو بوظيفة، هو احنا يعني هم احنا عندنا هم، يعني هاي البرنامج ذي بالنسبة لنا هم، عندنا هم شنو بنقدم حق الناس، عندنا هم شنو شيء محترم نقدم حق الناس، عندنا هم شلون نقدم بدون ملل، بدون رتابة، بدون ان الناس تشوف شيء حلو او تشوفون وجبة حلوة لذيذة بس فيها اشياء لو قدمت برتابة ما راح تنبلع. الكيمياء اللي بيننا وبين بعض الحمد لله رب العالمين، ان العبيد اللي محتاج اشرح له، سيما محتاج اشرح له. يعني سيما يمكن في ناس يحضرون للاستديو ويستغربون انت شلون ما تلتفت تطالعها، يعني شلون هي ما تطالعك ولا انت تطالعها، بس عندكم الاسات عارفين مع بعض ما يحتاج. ما شاء الله انت كم سنة مع بعض؟ سيما قدم وياها برامج يمكن من 2008 2007 ما شاء الله. نتكلم عن 13 سنة. زايد قاصر. ما شاء الله. اذا مبزل ما شاء الله. العمر كله يا رب. الله يسلمك. انت مستمتع بابداعاتكم اكيد. ماذا عنك تحديدا اخوي عماد؟ الحين سالتك عن وين الناس حبتك اكثر يا اخوي، ماذا عنك تحديدا؟ في اي حاله من هالحالتين حبيت نفسك اكثر؟ مايكروفون إذاعي. تقديم الاذاعي. جميل. زين، انا الحين طال عمرك جايبت لك شيء وايد عزيز عليك وبسالف وياك عنه. ها بعد شنطه ولا لا؟ لا اصغر من الشنطه. اما الشنطه صوت شيء محترم اليوم باخذها، ما بخليني اكيد بعطيك اياها ولا ما بتسافر. سمحني بيه لو بلاش معبي يعني محكوكة في كل زاوية محكوكة. انا نفس السؤال مال ابوي، يقول لي انا تنرفز الستيكر ليش ما تشيله؟ طيب وش يضايقك؟ خلي علامة الجودة. لا انت عشري ما شاء الله عليك يعني. تفضل اخوي سامي. يا سلام. هذه فيه هوشة، هذه لازم ما يتحرك من البيت، هذه فيه هوشة. سارة أكبر تحية على راسي من فوق. سارة أنا طلعت سارة ونور وأمينة بعد. إيه شغل عدل، كلهم اشتغلوا معي شغل عدل. نبي نعرف السادة المشاهدين بهذا الكتاب شنو فيه. أنتوا ما عرفتوا شنو فيه؟ بل انا عارفه سب انت تقول ترى في طبوب ذي حزمه. لا لا اي ترى عادي انت. لا لا طلع لي منه قطوه اسود يتحكى. كيف تحن عادي ميوي الحين تطلع لك منه. لا تقول لي كذي عاد اخوي، لا تلعب على الوتر الحساس مالي. يلا قول لنا شنو هذا. هذه الله يسلمك شو كل اخبار وذيك انا علي معلي مال سحر راس المملوك جابر. هاي مسرحيه التخرج كانت في الكويت 96. نعم. وأنا دوري كان فيها الحكواتي، واللي درسنا الدكتور فايز قزق الله يذكره بالخير وطول بعمره إن شاء الله. إيش معنى هالمسرحية لها مكانة خاصة في قلبك؟ أول شيء فكرتها. بيموت راشد في سمة المسرح. تعطيني إياه؟ لا المشكلة راشد عذرني أنا. انت كل ما تطلع صوتي اكثر هو يضحك اكثر. تفضل. الله يسلمك. اول شيء فكره المسرحيه طبعا للمرحوم مغفور له باذن الله سعد الله والنص الله يرحمه يا رب. فكره المسرحيه خطيره وانصحكم تقرونها لان هذا التاريخ قاعد يتكرر الى يومنا ذي. اثنين، اللي درسنا انسان فوق العاده. مو طبيعي. لا مو طبيعي جد، يعني يمكن الناس تعرفه واكيد تعرفه، هو مثل اشياء بس
حصري يعني مثلا في الحجاج اللي مثل عبد الملك بن مروان اللي هو فايز قزق الفنان الكبير فايز قزق، هاي الانسان جبار. اول ما درسنا هذه الماده، طبعا هذه الماده خطيره جدا ممكن فيها تخسر مستقبلك اذا ما نجحت فيها، اختار هذه المسرحيه وبنينا كلنا مع بعض. هو في اليه تدريس ان لازم تبني كل شيء، يعني حتى ثيابك انت تخيطها، يعني الكتاب مال حكواتي لازم انت تسويه، وكان هذا الكتاب، وتكتب النص لكن انت حافظه، لكن تكتبه بالتشكيل بكذا بذي يكون في نفس الذي يوقف عند ادق التفاصيل. لازم تعيش يعني. حتى احنا اسماءنا تبدلت من اول ايام البرافا، البرافا 8 شهور. يعني ذكر الله يذكره بالخير الحبيب عبد الله سويد، خلاص تحول اسمه صار جابر. ايوه سبقتني انت بالكلام. أيوة. الفنان الجميل عبد الله سويد. أيوة. شنو دي يا اخوي عماد؟ شنو دي؟ انا ما اشوف هذا الترا، انا زمان ما اشوف الكتاب. تشكيله تشكيله. سم سم. تشكيله هذه الحمرة. في البدايه لا خليتونا يب النظاره. الرسمه الحمراء هذه شنو؟ اي هذه وهذه هني. انت راسم ان انتم بتشيلون الفنان عبد الله سويد على ظهرك. ليش رسمته؟ ليش سويت رسمه توضيحيه؟ اي فعليك. لا انا مصورتها بنسوي لها انسرت في المونتاج. اوكي. اي والله خطي حلو. الحين اذا عندك الخط يا ولد الرسمه تحت بعد عندك. الرسمه وايد وايد يعني. اي خلانا نكتب لان قبل النص خلانا نكتب تفاصيل البروفا بالتحديد. جميل. لهالسبب يمكن لان انت وقفتوا عند ادق تفاصيل هذا العمل. لهالسبب عينك تبرق وانت تتكلم عنه وما قادر تنساه. عمل رهيب ما اعتقد يصير مثله. نعم ما اعتقد. كان يعني حاله خاصه. اي يعني حتى يكون كل من من الالف الى الياء المسرحيه هم الطلاب نفسهم اللي يسوونه. جميل شغفك وانت تتكلم عن هذه المراحل من حياتك. أيوة. انا مستمتع. هذه المسرحيه بالتحديد. في مسرحيه ثانيه بعد بالتحديد لها مكانه خاصه، بتشوف مقطع منها وبسالك عنه. سمو. نحلة الأسد عبد الله سويد. لا 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 هي فقط تريد خبتي، ولكني لا أخاف، سأسحبها بيد ضربة واحدة وتنامين إلى الأبد. سأدوسك بقدمي حتى لا يبقى منها شيء، حتى تعرف بقية الحيوانات جزاها جزاء من اتحاد الأسد. الأسد العظيم دبوس. لا المشي شلون ها؟ متعور يعني. ما يتصعب ترى مسرح الأقصى. من أساسك عندي إصابة، كنت جاي من المستشفى إصابة. هذه العمل أقيم تحت مظلة مسرح أوال على خشبة المسرح الثقافي. أيوة. حلو. اللي كان القديمة كانت سينما الأندلس اللي في مدينة عيسى. تمام. طبعا كانت هذه يمكن اول بطوله لك، خلينا نقول تقريبا. اي لان انت كنت تادي هني دور الاسد صح. ابدا اتكلم شوي عن هالذكريات واقف عندك. اولا تحيه للمخرج الكبير الله يعطيه الصحه والعافيه طول عمره خليف العريفي. هو اللي اختارني حق هذا الدور. خليف العريفي هو اول واحد امن فيني ان انا اكون في المسرح، عفوا اول واحد امن فيني ان اكون في مسرح اوال. نعم. لأن أنا من اختارني للمسرح هو العظيم والعظمة لله فقط، ولكن كوصف لعلي مقامه من أكبر المذيعين في تلفزيون البحرين، وأكثر من أكثر ومن بين أكثرهم ثقافة. طبعا هو من ضمن المثقفين وأستاذ في اللغة العربية الأستاذ عاطف السلطي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب ويرحم الجنة. هو من أختاري في التوجيهي أو في الثاني ثانوي بأن احنا في مسرحية القضية، كانت عن أول انتفاضة فلسطينية. ما أتذكر سنة كم، بس كانت أول انتفاضة فلسطينية على أساسها أقام هذه المسرحية. وهو اختارني وبعدين شافني في أحد المسرحيات التجارية الفاشلة.
خليفة العريفي وآمن فيني وتقدر تقولين تبناني يعني ليش ما تي مسرح حوال وليش كذا. رحت مسرح حوال شفت عاد الكبارية مسرح حوال واحتضنوني كلهم أمانة كلهم. وهذه كانت من ضمن المسرحيات اللي اشتغلت فيها والراهن فيها خليفة أنه أنا أكون بطل منه على طول بطل مسرحية. نعم. طبعا بعد تدريب طويل بس آمن فيك وآمن في قدراتك ما قصر. نعم. واللي أدخلني إلى الإذاعة بعد التخرج بعد هو خليفة العريفي. الله فضل كبير. ايه. كبير استاذ كبير. على صعيد الأعمال الدرامية مسلسل نيران أيضا له بصمة وطابع في قلبك هذا العمل. أبي أتوقف عنده شوي وتوقف عند الأثر اللي تركه في قلبك وفي نفسك هذا العمل. صحيح أنه يمكن أنت توقفت عن الأعمال الفنية حاليا ولكن الأعمال اللي قدمتها فعلا تارك أثر وبصمة وأبي أتكلم عن أثر نيران تحديدا. يعني أنا ما ذكر الظروف اللي خلتنا أشتغل أساسا لأنه كان من زمان وكان في 99 يمكن أو شيء ولكن أنا اللي أتذكره بس ما أعرف شنو اللي صار اللي أتذكره ما كان ذي دوري. ما كان ذي دورك؟ لا كان دوري البناي اللي هو أخذ الفنان عبد المحسن نمر. أوكي. وبعدين شلون صرت عن هاي الدور الله العالم ما أتذكر يعني المعلومة مشوشة عندي ولكن أنا حبيت ذي الدور أكثر من ذاك. سبحان الله خيرة. مع أنها كانت فقط 4 حلقات بس أنا ما أشوفها بالكم. طبعا هو بحجم تأثير الشخصية مو بعدد الشخصية جميلة. نعم. يعني الدليل أنه بعدها من عرض بفترة الناس في الشارع ينادوني غانم ما ينادوني عماد. وما كنت أضغط بالعكس كنت استانس من اسم غانم وأحب اسم غانم أصلا. ما حاب ترجع للفن أخوي عماد؟ أنا ما ابتعدت عنه ما رحت عنه بعيد أنا أمثل في الإذاعة وراء الميكروفون حتى من خلال برنامجي. أنا أقصد في أعمال درامية أو أعمال مسرحية. بالعكس أنا ما ابتعدت ولا أن أنا رافض أن أنا أشتغل لكن أنا رافض أشتغل الموجود حاليا. ياتك عروض ورفضتها؟ ياتني عروض وايد ورفضتها لأن أنا رافض النصوص حاليا رافض الفكرة حاليا رافض الطريقة في الشغل حاليا. الروح اختلفت تماما عن قبل. قبل كنا نشتغل آسف تفضل مع أنه أنا مو بصح أنا غلط ولا كل اللي أقوله صح ولكن قبل كنا نشتغل بعدين نقول كم لي أو إذا تذكرنا أن لنا أجر لأن الكل كان يشتغل بروح حب. بروح الرسالة مؤمن في الرسالة فمن شي يشتغل مو بنشتغل أنه بياخذ مبلغ. نعم. أو أنه بياخذ كم على الحلقة قبل يشتغلون الربع يشوف الناس حب الفكرة حب الرسالة الله كان زين شاهرك خاطري في ذي الدور هذه كذا كذا يقوم يشتغل يدور الكاميرا لحين ما سألوا كم الأجر ويخلص والأجر تأخر 6 شهور 8 شهور ما عندهم مشكلة. هذه الروح تختلف عن روح كم حلقة بتعطيني لا أنا ما أخذ حلقات قليلة أجري هالكثر. الروح من البداية مو روح شغل مو روح رسالة مو روح فكرة بس أنا ما ابتعدت يا ريت أشتغل عمل بمستوى نيران مع احترامي لكل الأعمال اللي قدمت. جميل. ميكروفون الإذاعة في الجانب الآخر إذا مثل أمامك كان شيء قابل للمحاكاة قابل أن أنت تأخذ تعطي معه على شنو راح تشكره وعلى شنو راح تلومه في المقابل؟ ميكروفون الإذاعة راح أشكره على أن أجبرني ان انا افتح مداركي اكثر اجبرني ان انا انهل واكل كتب كثر ما اقدر. اشكر ميكروفون الإذاعة انه هو تحداني في فترة من الفترات خصوصا البدايات لان كانوا في الإذاعة البحرين كلهم عمالقة فانت جاي مستواك واقف شيء وايد كان مخيف فتحداني الميكروفون وأنا تحديته والحمد لله أتوقع أني غلبته. ولكن أحترم كبرياءه هاي الميكروفون أحترم كل شيء فيه. ألومه على ألومه بعض الأحيان فرطة لسان من ظروف معينة وإحنا بشر لا يرحمني هذا الميكروفون في أي زلة لسان
ممكن تكون تبعياته جدا مؤلمة وتتم في النفس، خاصة أن حضرتك تشتغل برنامج يومي مباشر فمفهوم جدا اللي تقوله مباشر. نعم. يعني ممكن كل همك وتعبك وعطائك وشغلك كثر ما تقدر، ممكن حرف كلمة تمسح كل اللي سويته مو عند المسؤولين، العكس مفهوم عند الناس. الناس ساعات صاروا وايد قاسين، مو بوايد إلا وايد. ممكن في بجملة تختفي كل الأمور اللي انقالت قبل، ويتذكرون لك بس هذه الجملة طول حياتك إلى أن تبدأ تبين صورتك من يديد من يديد. تسمح لي أسألك عن أكسى موقف تعرضت له في هالإطار في الإذاعة؟ انت طبعا نشط في تويتر وهالامور وما تياود روحك، ولكن انا بتكلم عن سياق الاذاعه حاليا، ما ابي اطلع منه. ايه كانت في تجربه وايد قاسيه بس ما اقدر اقولها. الا تقول لي شنو قلت، قول لي تبعاتها. مو تبعاتها اللي ما اقدر اقولها. زين قول لي شنو قلت. لا فعليا حابه اعرف، يعني انت طبعا اعلامي، ما احاول شوي تتحايل على بعض التفاصيل، ابي اعرف شنو صار. صار اللي صار، لأن لا ينقال البداية ولا ينقال. شربت شاي. انفهمت غلط. نعم. وكبرت السالفة بدون ما أدري. في ناس للأسف ساعدوا إن هالسالفة تكبر. وتضررت وايد منها. تضررت. السالفة. لكن وكانوا في ناس حابين إنهم يستغلون ذي الوضع. إيه ما أكثرهم هالحزة تشوفهم طلعوا. إيه. يستغلون ذي الوضع. اللي صادني كانوا يبون يستغلونه لمضرة الديرة. لكن ما يعرفوني عدل. مبان يعني أنزلق في هذا الشيء خصوصاً يعني الديرة. بلعت وسكت. أنا حاول من تجلج. تفضل. إلى أن ما ليش عندي إحساس إن في ربيس قاعد يقولوا لك السالفة. لا أنا آسفة، دموعك غالية، يا رب ما تنزل الفرح. تفضل. هو مثل توقع المنتج. أنا آسفة. وين اللي خشينا يا جماعة؟ بس أنا ما زلت أبي أعرف. الحمام ماكم. ردينا على هالمعلومة، زل لا تقول هالمعلومة لازم. المهم. متصلة لنا ذي. أنا منها وهقك تشرب شاي. شكرا حاط لي تي باك واحد بالرزالة، حط اثنيني. حصلوا على فرست كوبي مو بأصلي ذي. صار كنا شربت. فأقول لك انظلمت. لكن اللي رجعني الناس، وما بيذكر أسماء، في أسماء مشهورة، لكن الناس بشكل عام. واللي ضايقني في الموضوع أكثر مو بالظلم، اللي ضايقني في الموضوع إن اكتشفت ناس كانوا يبون يستغلون الشيء ذي لمعارب أخرى أنت تعرفينها، لكن يعني صعب عليه شوية، وايد صعب. ما يدافعين أكثر يمكن كنت يعني. نعم. يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الله يحفظك يا رب. سلام. ومثل ما قلت لك من شوي أخوي، أنت ابن بار حق هذا المكان، وثقة الناس فيك وحب الناس لك ما هي من يوم ولا يومين، لا هاي خزينة سنين. الحمد لله. زين نرجع حق ابتسامتنا الحين. طالعني عف عيني. أيوة. أوكي. في نهاية الفقرة الثانية طال عمرك من هاي البرنامج، دائما أخلي ضيوفي يغنون لنا أغنية. نعم. والله قسما بالله. ف
فأنا في نهاية الفقرة بيك تغني لي شيء أنت تحبه عند فناننا الجميلة كشريف. إيه. تروح له. أيوة. وتغني له اللي تبي شريف استانس. أيوة. وتغني له. أيوة من. من عايزه. شيء مصري شيء خليجي اللي تفضله. روح له وانطلق عيش حياتك يا سلام. لحظة بس لأن مزكم. خششني انت اهم شيء ان تساسرون على الهوى لا مش اللي ظلمت الحب قلت عليه مش عارف ايه الله العيب فيكم يا في حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم أما الحب حب وهي علي لحظة لحظة لحين في طبقة عالية حين قرار لا وين قرار ما في يلا يلا عطى عطى العالي بلاش جذي عطى والله إلا تكمل عماد يلا تفضل أخوي شريف عطى عطى القرار شنو هاي القرار في الدنيا ما في إيش أبدا أمو حافظ زين غني غني أحلى من الحب نعم لا لا بكب ترجع لا لا يبا لا بترجع حرام عليكم لا الناس قلابة صالتها حرام عليكم لا لا الله يا دغني شي حافظ عماد شنو ما احفظ بشكل اغاني زين شي خليجي انت سيدة عند ام كلثوم يعني شي يقولون عن الناس اليوم يعني لان طبقتي تناسب طبقتها من هول الموقف طاح الكمان الكمان ما شد زين احنا ترى مواصلين مواصلين اختار شي ثاني حافظ يلا استريح اخوي شريف شريف وقام وقف هياك ما يود لك الكرسي حبيبي يا عمي والله مو حافظ اغاني يا زينة ذكريني لازم تحرجوني اقول لكم محافظها معلش يا مان معلش يا مان يقول يلا العمده مو حافظ شيء والله مو حافظ شيء والله مو حافظ شيء ما علي بس اداء عالمي بس تحيه يعني. حياك الله يعطيك العافية يا عمده ان شاء الله مرتاح راضي عنك لا لا مرتاح الا هالاغاني اكا عاطفي وشاعري وتغني حق ام كلثوم وذي يعني هلا حفظناه ايش تسوي السلام عليك يا ريت حافظ رومانسي ترى بس الدنيا مو فاهمتك صح مشاهدينا وقفه ثانيه مع الكمان بعدها راجعين لاخر فقرات على الوتر لا تروحون بعيد تفضلوا في هذه الفقرة عادة ما أطلب من ضيفي الكريم أنه يواجه نفسه في هذه المرأة ويحاكيها اليوم في البداية إذا حبيت أن أنت تشكر نفسك بعد رب العالمين على شيء معين سويته وتحس أن أنت أصبت فيه على شنو راح تشكره؟ أشكر على أشكر نفسي على أن دائما متمسك بالحق إن شاء الله اللي أنا أشوفه ومتمسك بالصدق هذه أهم شيء والسير على الخطى السليمة هذه اللي أنا محافظ عليها رغم صعوبتها ولكن الحمد لله أنا محافظ عليها
أبي تخصص لي شوي. في أمور معينة تحس إن أنت هي دون غيرها تشكر ربك إن رب العالمين وفقك وخلاك تصيب فيها أو تسويها بالشكل اللي كانت عليه؟ هو بشكل عام يعني ما في شيء محدد، ولكن يعني أنا أشكر رب العالمين إنه هو عطاني القوة إن أنا أبقى متمسك بمبادئ اللي أنا أشوفها صح، اللي أنا مقتنع فيها. نعم جميل. في الجانب الآخر، إذا في شيء تحس إن أنت لم تصب فيه بشكل كافي أو مو راضي عنه بشكل كافي، شيء تحب إن أنت تعاتب نفسك عليه، شنو راح يكون؟ أعاتب نفسي على كثير من السلاسل اللي أنا مكبل نفسي فيها، من ضمنها الروتين. وبعض يعني وبعض القوانين الصارمة اللي أنا حاطها على نفسي اللي مو بقادر أغيرها، واللي تحولت إلى مكبلات مثل ما قلت. بس هذا الشيء الوحيد؟ بس الحمد لله ما أغلط وايد الحمد لله. أخيراً، شن الوعد اللي حضرتك توعد نفسك بالالتزام فيه ما حييت على ألا تخلف هذا الوعد أبداً؟ هو الوعد اللي وعدت حق أبوي من زمان سمعته منه يقول، قال إذا شفت نفسك في المنظرة، وإحنا نبدل ساعات، الواحد أي آدمي يبدل ثيابه ما يحط عينه بعين نفسه، دائما في أشياء داخله هو خجلان منها، لكن دام هو يحط عينه بعين نفسه في المنظرة ومو خجلان منها، معناته أنه ماشي على الطريق الصحيح، وأنه مو خجلان من شيء قاعد يسوي، وأنه محترم ذاته ومحترم الآخرين. لذلك أنا حط عيني بعين نفسي وأنا محترم نفسي، وإن شاء الله أبقى على هذا الشيء. إذا جيت يوم من الأيام نزلت عيني وما شفت نفسي، معناته أن أنا في شيء غلط مسويه. الله سوي شيء غلط الله يسخر لك يا ربي أطيب ناسه وأطيب خلقه، ويسخر لك من الأقدار أجملها يا رب. الله يسلمك. فنان والإعلامي والأخ العزيز عماد عبد الله، أنت تعرف أنا شكثر كنت سعيدة بوجودك اليوم. فعلا وجودك اليوم أضاف لي أنا شخصيا الكثير، وأضاف من محبتي لهذا البرنامج بحضورك اليوم، خاصة أن هذه هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم، فأسعدتني وفعلا شرفتني. الله يخليك، أنا أتشرف، وبالعكس البرنامج جدا رائع، وما ابي امدح كثير، لكن ضايقني ان هي تكون الحلقه الاخيره في هالموسم. ان شاء الله هالنوعيه من البرامج لازم تستمر بطريقتها، باعدادها الجيد والمتعب في نفس الوقت، اعرف انه وايد متعب، وموفقه، والقائك مع الضيوف جدا رائع وممتاز، والله يوفقك ان شاء الله. عيني يا اخوي، شهادة اعتز فيها من مبدع مثلك. شرفتني يا اخوي، نورتني، فعلا سعيده بوجودك. طول عمرك وموفقين ان شاء الله يا رب. تحياتي لك، ويعني شاكر لك اختيارك لي في هذا البرنامج. ايضا ما انسى خلف الميكروفون، خلف الكاميرا، من مخرج، من مهندسين اضاءه، من متابع انتاج، بس المشاهد، المشاهد الكامل، عازف طبعا، عازف الكمان، الكمان الاخ شريف عبد الستار، شريف شكرا يا مان. ولازم المشاهد الكريم يعرف ان التلفزيون اللي يظهر الناس او اي برنامج بصوره حلوه، ترى الفضل الاكبر من بعد رب العالمين هم الناس اللي انتم ما تشوفونهم، هذا وايد يتعبون بشكل كبير جدا، يقضون اوقات وايد متعبه، على اساس ان شاء الله نكون قدمنا شيء حلو ان شاء الله. اسمح لي اليوم نزل دمعتك. لا بالعكس، اليوم الناس شافتك بصوره مختلفه. ترى كلنا متعودين يضحك، اليوم الناس شافت الجانب الثاني الجميل في حياه عماد عبد الله. شرفتني يا اخوي. طول عمرك، الله يسلمك. مشكورين ويعطيك العافيه. لا شكر على واجب، هاي واجبنا اقل من واجبنا. الله يحفظك يا رب. وصلنا معاكم مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من على الوتر، والحقيقة أن هذه هي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم، وإن شاء الله بنرجع لكم الموسم الجاي بمستوى أجمل يليق فيكم، ويكون بإذن الله عند حسن ظنكم. حابة أشكر كل شخص أشاد بالبرنامج وشد على أيادينا وثق فينا.
كل شخص قال كلمة طيبة لنا في الشارع أو في حسابات التواصل الاجتماعي أو في الصحافة الكريمة. ثقتكم فينا شرف يخلينا قادرين نستمر ونقدم لكم الأفضل في الموسم القادم بمشيئة الله. شكرا للإدارة الكريمة اللي ثقتها كانت أكبر حافز وداعم لنا، وشكرا لكل شخص من أسرة البرنامج اللي مثل ما تفضل أخوي عماد من شوي ساهم من كل قلبه في إنجاح هذا العمل. شرفتوني بتابعتكم، وألقاكم الموسم القادم على مليون خير. في أمان الله.